يوم الدين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بنا يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم. يا رب صلي وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم. إيه هنا وتفسيرها إيه هنا وإيه المقصود بها هنا والمراد بها هنا؟ هي عبادة لله عز وجل فاضلة عن قضية كثرة التلاوة لكتاب الله. ادعوا ربكم وأنتم مقرون بالإجابة، وارفع قامته واجعل ثوابه ثواب الصديقين والمرضي عليهم في العالمين يا أرحم الراحمين، وأقمه حق الإقامة يا رب العالمين، واجعل الحق في جيشنا يسود، فإن جيش الحق تخشاه الأسود، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.